إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الذين يعانون من آلام الرقبة وخاصة في هذا المكان نتيجة انحناء الرقبة لفترات طويلة، معكم الدكتور خلدون في برنامج حكيمك اليوم. لإخفاء الألم أو حل هذه المشكلة، منجيب قطعة قماش ومنلفها بهذا الشكل ومنحطها خلف الرقبة ومنشدها بهذا الشكل لمدة 30 ثانية. نكرر هذا التمرين 5 مرات يوميا وإن شاء الله سوف يختفي الألم. إن شاء الله تكون استفدتوا، وإذا ما استفدتوا ادخلوا على الفيديوهات السابقة عشان تستفيدوا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. باي باي.